البنك المركزي أعلن عن زيادة نسبة المواطنين المشمولين مالياً لـ 71.5% لغاية يونيو 2024. الأرقام أظهرت أن عدد الناس اللي عندهم حسابات مالية في البنوك أو في البريد أو محافظ إلكترونية أو بطاقات مسبقة الدفع وصل لـ 48 مليون و100 ألف مواطن من إجمالي 67 مليون و300 ألف مواطن فوق الـ 16 سنة، وده مقارنة بـ 70.7% في ديسمبر 2023. يعني عندنا رقمين، اللي كان قبل كده موجود اللي بنقارن بيه كان 70.7، وإحنا وصلنا لـ 71.5 بزيادة أكبر عن السنة اللي فاتت. حابين منا ونعرف السادة المشاهدين ونفهم كده أكتر يعني إيه المواطنين المشمولين مالياً، أو مفهوم الشمول المالي، إن هو مفهوم بدأ يتردد بشكل كبير جدا في حياتنا الفترة اللي فاتت. معانا دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير الاستاذة منى والاستاذ محمد. صباح الفل على حضرتك. يعني دلوقتي منى لسه كانت بتقول شوية ارقام التحول والزيادة في عدد المواطنين المشمولين ماليا، عايزين نبسط المفهوم ده للناس اللي بتتابعنا دلوقتي. يعني ايه شمول مالي واهمية الشمول المالي؟ احنا عارفين يا استاذ محمد ان في دول كتيرة قوي من الدول النامية بيبقى في اقتصاد رسمي وفي اقتصاد غير رسمي. صحيح. عادة الاقتصاد الرسمي بيبقى داخل في القنوات الرسمية في الدولة، منها التعاملات المالية بالتحديد مع البنوك او مع البريد او مع محافظ المحمول، المهم بيحول فلوسه في قنوات رسمية. الاقتصاد غير الرسمي ما بيبانش، ليه؟ لان فلوسه كلها بتتعامل كاش. فإذا مبدأ الشمول المالي هو مبدأ عالمي، ويمكن مصر استضافت من عدة سنوات أول مؤتمر عالمي في شرم الشيخ للشمول المالي. ببساطة كده الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات الحكومية، سواء بقى بنوك أو شركات تأمين أو شركات محمول أو بريد وغيرها، أو حتى الجهات اللي بتدي قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زي بعض البنوك العامة، وكمان زي الجهات الخاصة اللي بتدعم مشاريع الصغيرة وريادة الأعمال. كل ما أتحت الخدمات المالية دي للمواطنين، بس أهم حاجة تكلفة مناسبة وجودة. طب أنا بعمل ليه للمواطن كده؟ عشان أمكنه من إدارة أمواله بشكل آمن. صحيح. طب واحد يقول يعني إيه إدارة أمواله بشكل آمن؟ إحنا شفنا في السنوات الأخيرة دي يظهر واحد اسمه المستريح يلم فلوس الناس على إنه هيستثمرهم، ويطلع في النهاية لا مؤاخذة نصاب ويسرق الفلوس. طب أنا لما كحكومة، كجهات رسمية، كبنوك، أشجع المواطن على دعم اقتصاد بلده بأنه بيحط فلوسه في البنك وهو كمان بيستثمرها من خلال شهادات استثمار بعائد يجيب له دخل كويس، او ياخد من خلالها قروض يعمل مشاريع صغيره ومتوسطه، او ينفذ المشروعات الخاصه برياده الاعمال. المفهوم ده واحد يقول طب انا هستفيد ايه كمواطن؟ اولا انت لما بتحط فلوسك في جهات رسميه اذا طلعت من المخاطر. طبعا. طبعا دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الدوله بتسعى الى محاربه او القضاء على الفساد تماما. الجزء الأساسي في الفساد هو الفلوس الكاش. طبعا. طيب، كل ما وصلت إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش يبقى أنا قللت جزء كبير جدا من الفساد، وفي نفس الوقت خط سير الفلوس معروف، اتحرك من مكان راح مكان. طبعا بتبقى كلها تعاملات كمان رقمية ومكشوفة واضحة. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أنا هنا بزود الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لأن كل ما الفلوس دخلت في قنوات رسمية الحكومة بتاخد هذه الفلوس وتعيد استثمارها في مشروعات قومية في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الخدمات الحكومية للمواطن بشكل عام، وكمان بيخلي الحكومة تقدر تضع سياسات مالية لتحقيق رؤية مصر 2030، لأن في الحالة دي بتبقى طالما الفلوس جوه البنوك مش خارج القنوات الرسمية، لأن في جهات كثيرة جدا من الاقتصاد غير الرسمي بيبقى فلوسه كلها كاش عينها داخل مخزنه، داخل شركته، داخل مقر ليه. وهنا أقدر كمان أطبق منظومة الحوكمة بما فيها من شفافية،
بما فيها من محاربة الفساد، بما فيها المساواة ما بين المواطنين، المساواة ما بين الرجل والمرأة. زي ما حضرتك قلت يا أستاذة منة، النهاردة عدد سكان مصر طبقا لجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء حوالي 106 مليون. مين هو المقصود بالشمول المالي؟ أي شخص يحق له فتح حساب لازم يكون عنده 16 سنة أو أكثر. طيب احنا عدد المواطنين او عدد السكان في مصر اللي اكتر من 16 سنه حوالي 67.3 مليون. طيب لما يكون انا عندي ناس ليها حسابات ماليه في جميع القنوات الشرعيه حوالي 48 مليون و100 الف زي ما حضرتك قلتي، دي نسبه عاليه جدا. النسبه دي هي معدل الشمول المالي العالمي اللي هي بالنسبة لينا وصلنا إلى 71.5%، وأنا كده إحنا وصلنا للمعدل العالمي. ده بيندرج تحته يا دكتور البطاقات مسبقة الدفع اللي موجودة للشباب تحت 16 سنة أو للأطفال الأكبر شوية، في بطاقات مسبقة الدفع يمكن بتبقى زي، مش عارفة بقى مسموح لنا نقول أسامي فيها ولا لأ، زي يعني بعيدا عن الأسماء بتبقى في بطاقات مسبقة الدفع بتحق للأطفال كمان أنهم يبقوا شايلينها. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا، احنا على فكرة كان معدل الشمول المالي من 6 سنين كنا حوالي 37%. طب البنك المركزي مع الجهات الرسمية المالية في مصر وضعوا خطط شوية، طب ازود الكلام ده ازاي؟ ادي تسهيلات لمجموعة الشباب والمرأة اللي شغالة في المهن اليدوية. صحيح. لأول نقطة، النقطة الثانية جميع المساعدات الحكومية زي تكافل وغرامة وغيرها كانت زمان بتتاخد باساليب يدويه، النهارده عملوا لهم بطاقات مسبقه الدفع، واهم بطاقه وهي بطاقه حكوميه بطاقه ميزه. بطاقه ميزه دي اللي هي كل الناس اللي بتاخد خدمات حكوميه ومساعدات بشكل او باخر. تمام. ده وصل عندنا طفره كبيره جدا في زياده عدد المواطنين اللي حاصلين، واهم صحيح. نسبه زادوا هي نسبة السيدات. السيدات يعني لو السيدات زادوا أكتر من 63%، الشباب كمان ارتفعت والشباب. نسبة المشمولين ل 51.7. وكمان حضرتك أشرت لنقطة مهمة، فكرة أصحاب الحرف والأعمال اليدوية إن أنا ممكن أيسر لهم ويفتحوا حسابات برقم القومي، ده بيزود أو بيدمج عدد كبير جدا من العاملين في الاقتصاد الموازي أو الغير رسمي. هو فعلا يا استاذ محمد زي ما حضرتك قلت النهارده الحكومه حطت بدائل كتيره جدا للتعاملات الماليه، سواء من البنك المركزي والبنوك التابعه له او الجهات الاخرى اللي بتدي نوع من القروض وتيسيرات للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر ورياده الاعمال. اللي انا اقصده النهارده احنا وصلنا الى المعدل العالمي، ده نسبه ممتازه جدا، لكن احنا عايزين وعي بقى. النهارده يا استاذ محمد ظهر مصطلح عام من الشمول المالي، الشمول المالي ده مازال مصطلح عالمي لكن بقى قديم شويه. المصطلح الجديد اسمه الشمول المالي الرقمي. بمعنى ايه؟ ان مش مجرد ان انا فاتح حساب في بنك وحاطط مثلا 1000 جنيه وسبتهم عده سنوات يبقى مشمول شمول مالي، انا ما بعملش فيه خدمات ولا بسحب ولا بستثمره ولا في حاجه خالص. لا بقى يقول لك النهارده الشمول المالي الرقمي هي عدد السكان اللي بيتعاملوا رقميا مع البنوك، لازم يكون عندك محفظه، لازم يكون مشتغل في شبكه اللي عملتها البنك المركزي، لازم تكون بتتعامل رقميا. صحيح. من بيتك من خلال اللابتوب من خلال الموبايل، ودي نسبه بقى لسه منخفضه في العالم كله. صحيح. يعني معدلات الشمول المالي في مصر بس من 2016 لحد النهارده زادت بنسبه 161%، وبدا دخول مفهوم الشمول المالي الرقمي اكتر في قطاعات عديده في المجتمع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، صباح الخير على حضرتك.